السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ازي حضرتك؟ شكرا مصطفى. الحمد لله. شغليني يا عبد الرحمن شوية هواء يا عبد الرحمن. شكرا مصطفى. نعم حضرتك معايا؟ معك. معلش يا شيخ مصطفى، انا اسال حضرتك السؤال بس معلش عشان اوضح فيه توضيحات يعني ربما تكون كثيره. معلش يا شيخ. يا شيخ انا شغال في محل اجهزه كهربائيه. تمام حضرتك كده. ايه بس بلاش تختصر لي لان يعني كثره الكلام ينسي بعضه بعضا. اختصر لي السؤال. حاضر ماشي. انا في يعني شغال في محل اجهزه كهربائيه، فبيجي وقت الصلاه ساعات مثلا صاحب المحل بيبقى في ضغط في الشغل وكده، فما بيرضاش يخليني اروح اصلي في المسجد، ساعات يخليني اصلي لوحدي هنا. المهم ان هو مش بيخلي وقت الصلاه يفوت، بس ساعات بيخليني اصلي لوحدي، يبقى في ضغط في المحل وكده، بيقول لي لا ما تصليش في المسجد، صلي هنا. فهل ده كده يجوز ولا لازم اصلي كل وقت في المسجد؟ اذا اضطررت الى ذلك وغلبت عليه فخلاص، لكن لو بامكانك ان تصلي في المسجد الزمت به. ماشي. سلام عليكم.